إذا انتهى من قضاء الحاجة، يعني انتهى البول والغائط أكرمكم الله. لابد من تطهير المكان. كيف نطهر المكان؟ إما باستخدام الماء أو باستخدام المناديل الحجارة مثلا الخرم. استخدام المناديل الحجارة لابد أن تكون طاهرة لا نجسة. يعني ما يمكن يستعمل منديل مستخدم في التطهر من النجاسة. نعم، ولابد ألا تكون محترمة، يعني لا يمكن أن يستعمل أوراق المصاحف أو أوراق العلم الكتب العلمية ويقطع بها أثر الخارج من البول والغائط. ولا تكون طعام للإنس للجن لدواب الإنس لدواب الجن، لا يمكن أن يستعمل الخبز مثلا ولا مثلا البرسيم المستعمل للحيوانات الإنس، كذلك العظم لا يجوز أن يستعمل. أقل ما يستعمل ثلاثة أحجار. لأن أو ثلاثة مناديل أقل شيء. لأنه الآن لو مسح بالمنديل الأول أصبح المنديل الآن نجس لا يستطيع أن يستعمله في المسحة الثانية. نعم، أقل شيء قلنا ثلاثة أحجار ثلاثة مناديل. انقطع الأثر، يعني خرج المنديل الثالث الآن ليس فيه أثر لا بول ولا غائط، هذا معناه أنه حصلت الطهارة ولله الحمد. إذا رجع المنديل أو الحجر فيه أثر بول أو غائط لابد أن يزيد. خامسة سادسة سابعة إلى أن يرجع المنديل الحجر جاف ليس فيه أثر لا بول ولا غائط. إذا انقطع على ست أحجار مثلا يستحب له أن يزيد السابع حتى يقطع على عدد فرد لا عدد زوجي، هذا السنة. والله أعلم.